بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من سار على نهجه واتبع هداه، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. محاضرة 14 من الأخلاق الإسلامية، عنوان المحاضرة اليوم الهمة. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على درجة عالية جدا من الهمة والنشاط. دعا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى كثير من المواقف، إلى الحد من النشاط الزائد. مش بيطلبوا من هم يعملوا نشاط زائد، ده بيقول لهم ايه؟ قللوا من النشاط الايه؟ الزائد. همم، هذه الهمم التي اوصلت دين الاسلام الى القمه. الهمم هذه لا تكون الا في القمم. اصحاب الهمه دول بيوصلوا الى اعلى الاماكن يعني. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى مستوى القصد والاعتدال والتوازن. يقول لهم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تحطوش على نفسكم ما لا تطيقون. ويقول الواحد منهم يقول له: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، أنا أقدر أكثر من كده، الدين اللي أنت عايزه أنا أطيق أكثر من ذلك. وحين خارت القوى وضعفت العزائم وفترة الهمم، صار الواحد من الناس حين يطالب بأداء بعض الواجبات بيكون جوابه إيه؟ لا أطيق. صلاة الفجر مثلا على سبيل المثال، كل الناس بيصلوها في رمضان، بس هو مش بيقوم في رمضان بس عشان خاطر الأجر، هو بيقوم عشان يأكل، عشان يستمد القوة للعمل. مظبوط ولا ايه؟ في غير رمضان بيبقى يعني مرة وربما يتأخر كثيرا عنها. ليه؟ لأنه لا يطيق. في رمضان بيطيق وفي غير رمضان لا يطيق. ليه؟ لأن خارت قوى الناس، ضعفت العزائم عند الناس، وأصبح الإنسان يعني دائما يحتاج إلى ذلك الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا محتاجينه بدرجة كبيرة جدا نكرره: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولعل هذا من أذكار الصباح وأذكار المساء، من أذكار الصباح والمساء. ديننا العظيم بيخاطب أتباعه أن يكون عندهم همم، ومش همة بسيطة، ده همة فتح لهم ميدان للسباق والتنافس فيما بينهم. ومش ممكن أبدا المتنافس يكون ذو همة دنية، لازم يكون ذو همة عالية. قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: وسابقوا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا: فإذا فرغت فانصب. لما تخلص اتعب. يعني إيه؟ يعني من عمل لعمل دائما ترتقي. وقال ليحيى، ونحن مخاطبين بذلك كذلك، يعني ما فيش قرينة تدل على عدم ذلك، قال: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. دايما عندك النشاط وعندك الايه، وعندك الهمة العالية. هذا الدين العظيم شأنه لا يقبل من أتباعه الكسل، لا يقبل من أتباعه الكسل والخمول والعجز والسكون والفطور والتواني والاسترخاء وضعف الهمة. ما تنفعش من المسلم. أنا عارف إن الناس يعني كثيرا ما يعني ما يميلون إلى جانب الكسل كثيرا، وذكرت لكم قبل ذلك قصة لواحد يعني ما بيحبش يشتغل كثير، وتحدثت معه في أمر معين، فقال لي: لا تسألن عن الكسل، إن الكسل حلو المذاق كالعسل، فإن لم تصدقني فسل من كان قبلي في الكسل. المفروض الواحد بقى يجيب بطانية ويغطيه على طول وتصبح على خير، نقابلك يوم القيامة إن شاء الله. نعم؟ لا، ما أدري هو ولا هذه الأبيات يعني لا أحد سبقه يعني ما أدري، لكن هذه أمور يعني من كثرة الاسترخاء. هو قام النوم عشان ينام تاني، وشبع عشان يحضر، شبع من الفطار بيحضر الغداء، وبيشبع من الغداء عشان يحضر العشاء. ناس عاملين زي البط والدجاج، ولا هم لهم إلا الفقس ما ينفع. هذه ليست حياة. الحياة لابد أن يكون فيها مكتسبات جديدة. لا خير في يوم إلا ما استزلل الإنسان فيه من علم وعبادة وطاعة ورفع همة وقرب من الله سبحانه وتعالى.
الإشارات الطيبة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الحميد، خلق الهمة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. من الهم حين يصدق على المرء من واقع حياته، حاله في هذه الحياة، أن يصيبه إلهام الأمر، فتثور فيه الهمة إليه فيسعى ويحرث. والحرث مش مقصود به الحرث بس في الأرض، يحرث في الدنيا كلها، ما الدنيا كلها فيها حرث، كلها فيها حرث في السعي على المعايش. وكل الاسمين حارث وهمام بيدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل، مواصلة العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بدء الدعوة، منذ بداية الدعوة، خطوة من بدايات الدعوة الأولى، مش كده؟ احنا ذكرنا منذ قليل في شرح الحديث الثالث في البخاري، يقول له اقرأ دلوقتي وانتهى الأمر، ولا اقرأ واستمر في القراءة، واقرأ بس ولا اقرأ وتدبر، وإذا تدبرت يبقى اقرأ وتدبر وإيه واعمل طبق، طب اقرأ وتدبر واعمل بس، ولا اقرأ وتدبر واعمل وادعو غيرك. يبقى دائما المسلم بيرتقي من إلى، قال له واعبد ربك حتى بلوغ الغاية يأتيك اليقين، إلى آخر لحظة من عمري. خطف في بداية الدعوة يا أيها المدثر، المتغطي، قم فأنذر. قال له يا أيها المزمل الملفوف، قم الليل إلا قليلا. وحين كان يدعى بعدها إلى النوم، لما تناديه خديجة عشان تقول له تعال ارتاح لسان حاله، يقول لها مضى عهد النوم، خلاص كان زمان النوم. صاحب الظلال، نسأل الله أن يقبله في الشهداء، الشيخ سيد قطب رحمه الله، يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعد هناك نوم منذ أن نزلت الآية، وأن هناك تكليفا ثقيلا وجهادا طويلا، وأنه الصح والكد والجهد. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم، فقام وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما. قم بس، قم الليل إلا قليلا. قال قام بعدها وظل قائما أكثر من 20 عاما، 23 سنة. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، قد يعيش مش كده، ربما يعني، ولكنه يعيش صغير ملوش قيمة، قيمته في نفسه هو، وربما تجر عليه بلاوي كبر وعجبه ورياء وطحبة. مظبوط، عايش لنفسه ويموت صغيرا. أما الكبير الذي يحمل هذا العبء فما له هو النوم، وما له مال النوم، وما له هو الراحة، وما له هو الفراش الدافئ والعيش الهنيء والمتاع المريح. ودائما يضرب في الأرض يبحث عن مكتسبات جديدة لهذا الدين، رفعة دينه ورفعة يعني أمته ورفعة نفسه. هذا أمر مطلوب، أمر دائما مطلوب. كلنا يعرف الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي، أبوه كان دهقان النار وكان كبير القرية، رئيس القرية، لو ظل معه كان ظل مربوطا حول النار هذه يشعلها حتى لا تنطفئ فقط. لكن مجرد أن خرج من بيته وسمع ذلك الراهب وعلم أن هناك دينا من السماء أسلم به وهرب من أبيه، وظل ينتقل من بلد إلى بلد عشان يبحث عن هذا الدين، همة عجيبة جدا، من بلد إلى بلد، حتى وصل إلى منطقة عمورية. وبعدين سأل، قالوا له أن في يعني هذا آخر واحد منهم، قال لهم يعني لا يوجد أحد مثلي، لكن هذا أوان نبي سوف يكون مهجره بين حرتين للمدينة، في بلد فيها نخل كثير. سأل عن قافلة عرب، قالوا له القافلة دي راح هناك، قال لهم أنا معايا بقرة ومعايا أغنام، خذوها تمن واذهبوا بي إلى الإيه؟ إلى المدينة. خذوها واستعبدوه وبعوه عبد، بعوه عبد، هم دول من سلتهم حكام العرب دلوقتي، من سلتهم بعوه عبد، وهو الحر وهو بيبحث عن الحقيقة. وإنه باحث عن الحقيقة الله لم يضيعه، بيع ليهودي فين؟ ليهودي وفي مدينة النبي. طب اليهودي لأنهم عندهم علم بالكتاب الأول، ويقول لهم إيه؟ أنا أوان نبي آخر الزمان،
سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. يبقى أصبح في ذهنه يؤكد المعلومات التي تحصل بها من مين؟ من القساوسة السابقين. اثنين، في نفس المكان الذي يبحث عنه يثاب المرء رغم أنفه. قد يسوق الله الإنسان إلى الخير إيه؟ سوقا رغم أنفه، لكن ده مش رغم أنفه، ده هو دفع الضريبة لأنه عنده همة، عنده همة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين كيف أسلم بالثلاث صفات، أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ويأكل منها، وبين كتفي خاتم النبوة، والثلاثة ظهروا له فأسلم معه. قال له رسول الله أنا عبد، قال له خلاص روح كاتب هذا صاحبك، فكتبوا على 300 فسيل من النخل، هذا شيء كثير جدا جدا جدا. النبي قال لهم عاونوا أخوكم، كل واحد جاب حاجة، قال لهم ما تزرعهمش، أنا اللي هزرعهم، أنا اللي أزرعهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمغرسهم بيده الشريف صلى الله عليه وسلم عشان ما تموتش، عشان ما تموتش، وصحت كلها وأصبح حرا. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أمثال هؤلاء شاور على سلمان، شوف الهمة بتاعته، يحملون الإسلام حتى يعني ينشروا الدين في كل مكان، ثم يبلغوا به الثريا، يعملوا آلات يطلعوا بها الأقمار إلى الكواكب الأخرى، يبحثوا عن ناس يدعوهم إلى الإسلام. همم همم عالية جدا جدا. عقبة بن نافع اللي فتح تونس والمغرب والجزائر، وصل إلى المحيط الأطلسي، وقال لو أعلموا أن هناك أرضا بعد هذا البحر لخط غمار هذا البحر بإيه؟ بجوادي هذا حتى أنشر لا إله إلا الله. أي قوة هذه وأي همة، همم همم عظيمة جدا جدا. قوم موسى عليه السلام حين دعوا الجهاد دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، قالت بهم الهمم، وكتب الله لهم لأنهم كانوا مسلمين، لأن بعد كده انتزع الله سبحانه وتعالى منهم القيادة والريادة وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا له شاهد في القرآن، شاهد في الغيب، وشاهد في عالم الشهود. شاهد الغيب، وإذا أخذ ربك من وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، أقررنا. هذا في عالم الغيب، ما رأى أحد، ما رأه أحد. فلما كان ليلة الإسراء والمعراج أحيى الله عز وجل جمع الأنبياء كلهم في المسجد الأقصى في بيت المقدس، وأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤم الرجل في بيته، فانتقلت القيادة وجاء هذا العهد في عالم الشهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم فتحولت من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قال له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، روح أنت وربك، مش ربك بيعمل اللي عايزه، ونجنا من البحر وغرق فرعون، يلا روح كمل انت وربك واحنا قاعدين هنا. أمة محمد عكس ذلك. أمة محمد في غزوة بدر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أشيروا علي ماذا أنتم فاعلون، هتعملوا إيه؟ فالمهاجرين قاموا وقالوا اللي هم قالوه، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعيد السؤال لأنه عايز الأنصار. فقام واحد منهم قال له يا رسول الله اذهب، لن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا، بل سنقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. ربنا قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من اتبعك. ضعف الهمة صفة مميزة عند المنافقين والمتخاذلين. في ناس حتى طبائعي، اللي شاف منكم الجدة في البلاد، طبعا مش في أمريكا، الجدات في البلاد أو الأمهات في البلاد خاصة في القرى مش في المدن، تلاقيهم بيقوم من قبل الفجر بساعة، وتسأليهم ليه؟ ما عندهمش معلومات كتير، إنما بتعمل لي كده يقول لك الساعة دي اللي قبل الفجر اللي هي ساعة السحر، ما عرفوش الناس ما السحر، إنما يقولوا اسمها ساعة الرضا، بيشفي ربنا فيها المريض وبيعطي الأرزاق وبيستجيب فيه الدعاء وبيقبل العبد التائب إليه. جدتنا كانوا يقولوا كده، اسمها ساعة الرضا. وصلوا الفجر، وبعد الفجر يعجنوا، بيكون عجلوا بعد صلاة الفجر، يخبزوا ويعملوا الحاجات بتاعه، يخلصوا كل شيء، يخلصوه
وعلى الساعة 8 الصبح يكون كل حاجة نظيفة وكأن شيء لم يكن. جدتي الله يرحمها كانت تقول البدرية منسية، البدرية منسية. سيدنا النبي رزق أمتي في البكور، مش كده؟ البدرية منسية يعني إيه؟ زي الدرس، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده ساعة ما جه الدرس، بيبدأ من الصبح 6:30 لحد الساعة 10، بيروح البيت. الناس في الويك اند لسه بيقوموا من النوم، واحنا بنروح بنشاط، بنروح هناك لهم قاعدين عايزين نتكلم معاهم ونحكي معاهم. هذه همم، هذه همم. انما المنافق دائما عندهم من صفاتهم ضعف الهمه والتخاذل والتخلف، ويفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. خلينا قاعدين في الاي سي وفي الطراوه والحاجات دي، لا تنفروا في الحر. قال لهم كل نار جهنم اشد حر. شيخ سعد خضر رحمه الله عليه قال: والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد، لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة، ساعة ما يجد الجد مش هنلاقي حد خالص. وهذه مرحلة لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، وقالوا ربنا لما كذبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال لهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. حتى لو انتم مسترخين اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. هذا هو اصحاب الهمم، لا يخشى شيئا، لا يخشى شيئا. لذلك لابد ان تكون الهمه صفه اصيله في اخلاق ابناء هذا الدين، يكون عنده هم. بنربيها لاولادنا من افضل الامور في الامور العمليه في الزمن اللي احنا فيه ده، ان الولد او البنت الصغير يعمل جدول لنفسه، جدول يوميا. هيقوم من النوم يعمل ايه؟ دخل الحمام، اتوضى، صلى الفجر، قعد قرأ مثلا القرآن أو ذكر العربي، أو قعد فطر وراح المدرسة ورجع المدرسة ألعب شوية، وبعد كده عمل صلى طبعا الظهر والعصر، وبعد كده عمل الواجبات بتاعته، اتفرج على حاجة المستفاد منه، سمع قصة معينة من أبوه أو أمه. نعمله أورجنايز 21 يوم، أورجنايز أورجنايز، يبقى إيه؟ بقت عادات عنده. لما تبقى عادات عنده ننتقل بعد ال 21 يوم الى ايه؟ نديله حته زياده، حته زياده، حته زياده. يبقى ولدنا عنده الايه؟ الهمم، الغيره كده، ان ما ينفعش يكون ذيل المسلم، ما ينفعش يكون ذيل، لازم المسلم يكون راس، لان ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس. هذه امه ما خلقت لتكون في ذيل الامم، احنا الاخرين في عمر الامم، لكننا الاولين يوم القيامه. يبقى لابد ان تكون همتنا مناسبه لهذا الايه؟ لهذا السبق يوم القيامه. هذا هو. قال لابد ان تكون شخص، يعني هذه الصفه لابد ان تكون صفه اصيله في اخلاق ابناء هذا الدين، لكي يكونوا اقدر على الثبات والاحتمال والصمود. العرب في الجاهليه كان عندهم من الهمه في تحمل المسؤوليه. نتمنى ان الكلام ده يعود مره اخرى لاحياء واستنهاضه في حياه الناس. في قصة بيعة العقبة الثانية اللي هي بيعة الجهاد، تعرفين البيعة الأسم بيعة النساء، لأنه لما اشترط فيها الجهاد، البيعة الثانية اشترط فيها الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، في النشاط والكسل. يعني حتى لما تلاقي في نفسك فطور، ساعة ما أقول لك حاجة تقول سمعنا وطاعنا، تكون في المقدمة. فبايعوه على جميع شروط البيعة. قام أسعد بن زرارة كان أصغرهم سنا، يريد أن يستوثق من همتهم. دائما الشباب عنده الطموح مع مزيج من الشجاعة اللي اسمها الهمة، مش كده؟ مع كثير من الأمل، عايز يهد الدنيا ويغيرها. الشباب كذلك يعني، الشباب شباب القلب طبعا زي ما انتم عارفين، مش بالسن يعني. يريد أن يستوثق من همتهم وأن يلفت نظرهم إلى الاتحاد الذي تنتظرهم. فقر رويدا: يا أهل يثرب، واحدة واحدة، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. لو خدنا اليوم يبقى كل العرب الكفار بقوا أعداء لينا. وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، السيوف هتعضكم يعني هتموت فيكم، تفعل فيكم الأفاعيل. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، يعني جبن،
فبينوا ذلك، فهو عذر لكم عند الله. قالوا أما تعالنا يا سعد، يا أخي ما لك أنت؟ فوالله لا نترك هذه البيعة أبدا، أنت قايم يعني تبقى لنا همتك؟ ما احنا زيك تماما، كلنا عندنا نفس الهمة، وسندافع عليه كما ندافع عن أنفسنا وعن نسائنا وعن أولادنا وعن هذا الدين بكل ما نستطيع من مال وروح. قامت عنا انت جاي تفسر لنا ايه؟ تفسر لنا ان احنا مؤمنين بيه اصلا؟ لكن هو اراد ان يستوثق ويبين لنا هذه الصفه، ان هذه الصفه ما كانتش عند واحد بس، ده كانت عند الجمع كله. عشان كده امه الاسلام دانت لها الارض كلها في ذلك الزمن من هذه الهمه العظيمه. الامر ده بيقتضي همه ونشاط واندفاع السعي في ابواب الخير. اي باب من ابواب الخير عايز واحد عنده همه. عبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، بسرعة تروح تنقذه، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف اللي مش قادر يشيل الحمل بتاعه بتساعده بإيدك. كل ذلك من أبواب الصدقات منك على نفسك. أنت بتصدق على نفسك مش بتصدق عليهم، أنت رايح تساعده بتصدق على نفسك، أنت بتحمل معاه بس في الحقيقة بتساعد نفسك، مش بتساعده هو، بتساعد. كل ذلك من أبواب الصدق على نفسك. صاحب الهمة حريص على أن ينصب ويتعب. جربوا كده، سبحان الله، اليوم الإنسان بينصب فيه كثيرا ويعمله أورجانيز، يعني بيأدي عنده واجبات لله سبحانه وتعالى، وعنده واجبات عمله، وعنده واجبات بيته، وعنده واجبات أهله، وعنده واجبات بيعملها كده. في آخر النهار لما بيجي ينام وبيمر عليه شريط الذكريات ما الذي فعله طوال النهار، يبقى قرير العين، مطمئن الفؤاد، مرتاح، وحتى النوم بيكون اللوم ليه طعم لذيذ، ويبقى لما يستيقظ الصبح عايز يعمل زي امبارح واكثر ويستزيد منه. انما واحد قاعد طول النهار ماسك الريموت بيحرك صبعه الابهام ده يعمل هو بيغير بالابهام، يغير من القناه لقناه، لما بيجي ينام افكار الشياطين في دماغه عمالة تروح وتيجي، يقعد على المخدة، دماغه على المخدة على الوسادة 5-6 ساعات قبل ما ينام، ويقول لك يا أخي أنا ما بعرفش أنام، وأنت عملت حاجة؟ ما أنت قمت من النوم قعدت، وقمت من القعدة نمت، ما عملتش حاجة خالص يعني، حتى جسمك فيزيكال ما تحركش، ومخك ما تحركش، لأن أنت بتتفرج على تفاهات أصلاً ما بتعلقش في دماغك، حاجات زي ما بعض الإخواننا الله يهدي الناس جميعاً بيضيعوا أهم ما يملكون نعمة الوقت، بيقتل الوقت، يقول لك أنا بقتل الوقت. عايز يعد الوقت. المسلم غير ذلك، صاحب الهمة حريص على أنه يتعب ينسب وينصب في إنجاز ما كلف به، حتى إذا فرض منه قام بواجب آخر من الواجبات التي لا تجد يعني لها حملة. مثال: زيد بن ثابت رشحه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين لجمع القرآن بأداء ما طلب منه، فقام على أكمل وجه، لكن قال إيه؟ فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وأدى الذي عليه رضي الله عنه أرضاه. أنتوا عارفين الأعمال الفكرية أثقل من الأعمال اليدوية. الواحد يشتغل في الكونستراكشن يشيل يحط، يشتغل في مطعم يقطع طماطم وبصل وخيار ويعمل كبسة واسمها إيه الحاجات اللي اسمها بتاعت ملوخية والحاجات دي، كلها في النهاية ريحة طشة البصل وخلاص فعن الدم. لكن العمل الفكري هذا شيء صعب جدا 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 يعني. تلاقي الإنسان لازم يكون يقظ الذهن، لازم يراجع ما حفظ، لازم يعرف المجتمع اللي عايش فيه، لازم يوجد وسائل جديدة لتحبيب الناس في الدين وتعليم الناس الدين. أمر في منتهى الصعوبة، الأمور إدارة العقول والفهوم مش شيء سهل، شيء صعب جدا جدا. حتى الامريكان يعرفوا كده، بيعرفوا الوظائف عندهم وظائف اما بالساعات واما وظائف بالمانجمنت بالاداره، والمدير هذا يحط الساعات اللي هو عايز يحطها ولا ما يحطش الساعات، حتى عندهم فاهمين هذا الكلام يعني. زيد بن ثابت نفسه رضي الله عنه ارضاه النبي كلفه يتعلم لغه اليهود، عنده الهمه والتركيز. كم من ثمرها؟ يقول: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، بروفيشنال فيه، وكنت أقرأ له كتبه إذ كتبوا إلي وأجيب عنه
إذا كتب، إذا أرادني أن أكتب. هم اليهود بيعرفوا لغة العرب لأنهم عايشين في وسطهم، لكن كانوا بيرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العبرانية. مش عجيبة دي؟ عجيبة مش كده؟ المسلمين هنا مش كلهم بيحافظوا على لغة العرب، كثير من المسلمين بيضيعوا لغة العرب في بلاد الغربة، بيضيعوها. هذه مأساة كبيرة جدا جدا. يقول: كلفت بتعلم السريانية فتعلمتها في 17 يوما. رواية أخرى: مثل هذه الطاقة لا تتوفر إلا إذا كان وراءها همة قوية ونشاط عالي جدا وذهن يقظ، ذهن يقظ. من صور الهمة الثبات على الخير والاستمرار فيه والدوام عليه. أنا ممكن أقعد طول النهار أخد لي مثلا 20 ساعة أختم القرآن أو أقل، يعني 20 ساعة، لكن أقعد بعدها شهر ما أقراش قرآن ما بينفعش. هذا الأفضل عشان أجيب الثبات، إن أقرأ كل يوم جزء من القرآن. مش جزء معناه 8 أرباع، يعني شيء من القرآن. الدليل على إنه من الثبات إن الكفار لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليه ربنا ما نزلش عليك القرآن جملة؟ وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فربنا قال له: نزلت مفرق ليه، منجم ليه؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى التثبيت مش ايه، مش في يوم واحد وكل سنه وانت طيب، لا، ده مطلوب ايه، كل يوم شويه، كل يوم شويه، مش كل يوم شويه وخلاص وبعد كده ينقطع الانسان. لا، الاعمال ديمه، الاعمال ديمه، افضل الاعمال اعمال الدائمه، كل يوم كل يوم الاستمرار عليه. وده شان رجال القدوه في كل زمان. سئلت عائشه رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان عمله ديمة، يعني مستمر. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ما في أحد، لكن احنا ماشيين خلفه صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع. هو بيقيم 3/4 الليل أو 2/3 الليل، خلينا نقيم احنا بركعتين، بـ4 ركعات، لكن ديمة ديمة. الإنسان دايما من صور الضعف البشري عنده التأخير والتسويف، وده بنلاحظها كمان في اولادنا. قوم ذاكر، خلينا نلعب شويه. طيب هتلعب قد ايه؟ شويه. طب تلعب 30 مينتس 30 نص ساعه؟ يقول لك يعني ايه؟ تقول له 30 مينتس يعني ايه 30 مينتس؟ لا، 30 مينتس شويه صغيرين. طب ايه رايك تلعب 3 ساعات وتذاكر نص ساعه؟ اتس نوت فير ليه يا محترم؟ 3 ساعات مش شويه، هو عايز مقابل كل دقيقة عايز ساعة، عايز 30 ساعة لعب. هذه مشكلة كبيرة جدا. الناس، الله يرحمه الشيخ علي طنطاوي، بيحكي بيقول ان كانوا يصحون المدرسة من واحنا صغار، كانوا يجرون من على الأسرة جرة كأنما رايحين المدرسة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كان الولد محكوم عليه بالإعدام راح يعدم. هم الأولاد كده، يجي في الأيام الخمس أيام بتوع المدرسة بتصحيه من النوم، أعوذ بالله، مكرهه، والله مكرهه ومضره ومضره. في ايام الويك اند زي الجرد، قاعد من قبل الفجر بيعمل ايه ما تعرفيش. هذه مشكله. التاخير والتسويف بقى طبع بشري، طبع من صور الضعف البشري. تعتري صاحب الهمه، صاحب الهمه لا، ما بيعملش، تلاقيه دايما. احنا شفنا امهاتنا الله يبارك في اعمارهم ويرحم من مات منهم، تخلص شغلها كله، البيت تقوم من النوم، الواحد يقوم من النوم يلاقي البيت يضرب يقلب، الخبيز والكنيس والطبخ والنفخ والهيصه دي كلها، والهدوم اللي مرميه هنا واللي عايزه تتغسل، والاسره اللي عايزه تتهندم، وهي مش قادره تمشي وماسكه ظهرها وبتنفخ من الغبار مش عارفه تتنفس. وما تقعدش، ما تقعدش الا لما تتم كل شيء. كان فيها حته مش مظبوطه، انها ما بتشيلش العيال المسؤوليه، انهم اتعودوا ذلك يعني زمان من اهاليهم، لكن هم كان عندهم همم عجيبه جدا جدا جدا. لازم تخليه، كانوا يقولوا اللي عليك عليك. فاهمين يعني ايه اللي عليك عليك؟
مفيش حد، مفيش مرة تانية هتيجي تعمل شغل البيت، ولا في راجل تاني هيجي يعمل شغل البيت. انت اعمل الشغل، اديه انت، خلصه، تعبان مش تعبان انهيه، وبعدين ارتاح، وبعدين ارتاح. انما تقعد تكسل يبقى يبدا التسويف. انا اقوم اغسلهم، تدخل البيت ريحه الاطباق وريحه الزباله ريحتها قلب البيت. ها واه انا هقوم، بس انا برتاح شويه كده، بس راحه شويه بعد 10 ساعات. ايه الاخبار؟ لسه برتاح والله، عندي صداع. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. التاخير والتسويف ده مصيبه كبيره جدا جدا. وهذا التسويف اذا اعترض شيء من التسويف والتاخير لصاحب الهمه قد يفوته خير الكثير. ولعلكم كلكم تعرفوا غزوه تبوك، ما حصل مع كعب بن مالك وصاحبيه من التسويف الاثنين. خليني اجهز نفسي بكره، طب اخر النهار، طب بعد بكره، طب مش عارف ايه، لحد ما مضى الجيش. وما جلس في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقين الـ83 والثلاثة اللي هم الطيبين بتوع مكة دول، مرارة بن الربيع بالميم، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية، دول اللي قعدوا الضمري. فاتوا الخير كثير قوي قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطمئن من شدة الإيه؟ من شدة التسويف، مطمئن بأنه مستعد ومتجهز. هي كلها دقيقة، كلها دقيقة. زي مثلا طبعا هناك فرق كبير جدا بين لما بيجي يخرج الزوج وزوجته، الزوج بيلبس كده في لحظة واحدة، الزوجة طبعا عايزة لها تكس تايم في الغالب، بيقول لها يلا جهازي قبليها بنص ساعة، وبيزا يقول لها انا مستنيك في العربية، انا قاعد بره مستني في السيارة قبل ما تجهز، في الغالب يعني. هذا طبيعي، هذا طبيعي جدا جدا، ما اعرفش طبيعي ازاي يعني، بس هو بقى طبيعي في العصر بتاعنا ده. خلاص بقى طبيعي، بقى مقتضيات العصر من فقه الواقع يعني. خلاص. لكن الهمه مطلوبه، الهمه مطلوبه يعني. فقعد مطمئن، انا مستعد، انا هجهز بسرعه وهطلع، وانا العده عندي جاهزه وكل حاجه. وقعد يحدث في نفسه يحدث في نفسه، وبعدين لما مشوا قال لهم خلاص مش مشكله، لسه شباب وعندي قوه وعندي فرص وممكن الحقهم. كل ده تسويف، تسويف، كل ده تسويف وتاخير. وتفارط الغزو، فات وقته، مشى. قال وهممت ان ارتحل فادركهم، هممت ان ارتحل فادركهم، وليتني فعلت. برضه يا ليت، برضه يا ليت. المصريين بيقولوا يا ليت عمرها متعمر بيت، مش كده؟ يا ليت فعلت، فلم يقدر لي ذلك. يقدر؟ ما انت اللي ما عملتش. يقدر ايه بقى؟ وعاش بعدها كعب فتره من العذاب النفسي العجيب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا يعتذروا بالكذب، لكنه ابى الا ان يكون صادقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش سجن وحبسه فيه، انما حبس المجتمع عن المعامله معاه، مش حد يكلمه، مش حد يرد عليه، مش حد يسلم عليه، مش حد ليه دعوة بيه، خالص خالص خالص. 50 يوم من الهجرة، 50 يوم. يقول كنت أدخل المسجد أصلي أفضل الأماكن خلف الإمام وعلى يمين الإمام، يقول كنت أقف على يمين الإمام. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يستدير يمنة ثم ينظر إلى الصف من جهة الإمام، يقول استووا، يرص الصفوف صلى الله عليه وسلم. قال لعله، على نظري يقع على نظري، قال فيصرف بصره على طول. وادخل المسجد اسلم وانظر لشفتيه، اقول لعله تمتم، ما يردش عليه حد، السلام. ولا حد من الناس، مش النبي بس، حتى ابن عمه قتاده ما كانش معبره خالص. النبي قال ما تكلموش، ما تكلموش 50 يوم. بس ده حلك كويس قوي، ويوفر على الدولة حاجات كتير قوي يعني كمان. بس اصل المجرمين كتير دلوقتي، ممكن يعملوا دولة لوحدهم المجرمين دلوقتي، فعشان كده عملهم السجون. وظل 50 يوم الى ان نزلت توبته في القرآن،
وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ولأن الصدق هو الذي نجاه. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين، صاحب الهمة سباق في الخير في أغلب الأوقات دايما، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما ضعف الإيمان ضعفت معه الهمة إلى الطاعة. الشيخ سعيد قطب رحمة الله عليه صور المنافقين الكسالى تصوير عجيب، قال إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وتراوة الإرادة، وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد. كثيرون 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 يشفقون من المتاعب، يخاف على نفسه أنه يتعب نفسه وينفر من الجهد، ويؤثرون الراحة الرخيصة الرخيصة على الكدح الكريم، التعب اللي فيه إكرام للنفس، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز، وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة، والعياذ بالله. ما ينفعش، المسلم لابد أن يجدد همته، والذي يعني يحضر المسلم لتجديد همته تذكر ما أعده الله له من الأجر والرضا والنعيم. طول ما الإنسان بيحط الآخرة نصب عينيه كل ما بيكون عنده الهمة، كل ما الإنسان يتذكر عطاء الله سبحانه وتعالى، كل ما إيه ما ييسر عليه الأمر للوصول الاستخفاف بمرارة الألم في الدنيا، طالما أنه يتطلع إلى يعني يحدوه الأمل وحلاوة الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم كلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل، لأن احنا مسافرين لربنا، نمنا ولا قعدنا ولا تعلمنا ولا أكلنا ولا شربنا ولا صلينا ولا لعبنا، في النهاية كله سفر، احنا كلنا في قطار مسافرين، وبيحصل فيه بقى الأمور البشرية. وعدها قرب الطلاق، كل ما تقول له خلاص تعبت يقول لا خلاص هانت قربنا نوصل، ما فضلش في العمر قد اللي مضى. وعدها قرب الطلاق وبرد العيش عند الوصول، انت اللي هتصلي هناك مش الاي سي والحاجات بتاعتهم دي والارض، هناك جنه حياه ناعمه، فيحدث لها لذلك يحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمه، فهو يقول يا نفس ابشري فقد قرب المنزل ودنا الطلاق، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة. الأحبة مين؟ محمدا وصحبه، الأنبياء ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. لابد لصاحب الهمة أن يكون معلق القلب بالله مخلصا له. نفوس الأشقياء لما تشوف القساوسة اللي بينصبوا في حياتهم وسابوا الدنيا وملذات الدنيا ومعتكفين على العبادة، والله يصعبوا عليك. سيدنا عمر لما شاف واحد اللي هو في بلاد الشام، شاف واحد من القساوسة بيبدو عليه إيه الزهد والتقشف، بكى عليه، رق له، مالك؟ قال لهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لو كان في الإسلام كان وصل إلى أعلى المقام، لو في الخير، لو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كان وصل لأعلى المقامات. عشان تكون النار بعد كل السعي والجهد، ده مصيبة. وللمسلمين قد تكون النار بعد كل السعي والجهد إذا كان السعي والجهد مشوبان بالرياء والعياذ بالله أو الشرك. في الدنيا أهل الهمة بيجدون أنفسهم مدفوعين من داخل قلوبهم إلى أمر ملك عليهم أفئدتهم، اليقين، عنده يقين في قلبه عايز يظفر بما عند الله سبحانه وتعالى، وطول ما عنده هذه الهمة لا يتمالك صبره أبدا أن يضيع الوقت للوصول إلى ما يعني ما يتمناه من الله سبحانه وتعالى. على أحمد بن حنبل كان مثال يحتذى في ذلك، كان لما يجن عليه الليل كان يضع على فراشه يقول والله إنك لناعم لكن ما في الجنة أنعم، مش هتغريني يعني، أنت حلو وكل حاجة بس في الجنة أحسن منك، لن تغريني. ثم ينصب قدمي فيقولوا له يا أخي أنت إمتى ترتاح؟ قال لهم ليس للعابد مستراح حتى يكون بقدميه الاثنين تحت شجرة الطوبة في الجنة.
دائما باجتهاد لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل. ابن القيم يقول: فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر معها على المهلة، ما عرفش يصبر ولا يتمالك صبره، دائما يرتقي في الخير ولا يلتفت عنها، وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه. اللي بيحقق هذه الهمة التنظيم والتنوع، تنظيم والتنوع مع صدق النية، تنظيم والتنوع يؤدي العبادات، يفعل السنن قدر ما يستطيع، لكن بأوقات محددة، بأوقات محددة، كل يوم يستزيد شيء أكثر، شيء أكثر، تفرق معاه كثيرا جدا، بيظفر بمطلوبه في الدنيا وبيعيش في جنة ربنا قبل ما يدخله. لأن الذي لم يذق طعم جنة الله في الأرض لن يذق طعم جنة ربنا في الآخرة، وجنة ربنا في الأرض بطاعته سبحانه وتعالى. المسلم والداعية خاصة حريص على سرعة الوصول والظفر بالمطلوب. الباب الذي يوصل لذلك هو الهمة، هو الهمة. فلا بد دائما أن يستعين بالله من العجز والكسل، ويسأل الله سبحانه وتعالى النشاط في الأمور التي يحبها الله ويرضاها، الأمور التي يحبها الله ويرضاها والتي تقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النشاط والهمة ده بيجعل المسلم دايما حتى بيسأل أسئلة عجيبة. يعني في أسباب نزول الآية أو من يطع الله والرسول، شوف هم الثوبان اللي هو كان أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه يوم كان لونه متغير، لونه متغير، فقال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، ونحن أحياء إذا اشتقنا إليك أتينا إليك، نراك نكلمك نحادثك، احنا أحياء، لكن تحدث لنفسي إذا انتقلنا إلى الله، فإذا دخلت الجنة فأنت في منزلة عالية وأنا في أدنى منزلة، فلن أراك، فلن أراك. ده إذا دخلت الجنة، إذا دخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا القلب الفياض بالهمة والحب ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد، لكن رد ربنا، نزل الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أرسل الله إليه، قال: أبشره أن الله، بشره أن الله يحصره مع من أحب. همة، همة عنده، همة، همة عظيمة جدا جدا. همة زي ربيع بن كعب الأسلمي اللي عنده 14 سنة وجاي من آخر البلاد، وقال يعني لما جه ينام ما عندوش بيت ولا في فنادق، هناك خانات كانوا ينزلوا فيها، كانوا بيناموا في المسجد مع أهل الصف. قالت له نفسه: أتيت من بلاد بعيدة، فاجلس أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يستيقظ، يريد شيئا من الأمور فتخدمه فيدعو الله لك. فلما استيقظ رسول الله في منتصف الليل، قال: فتبعته بالإذواه اللي هو سقاء الماء ووضيه. فبعدما فرغت قال لي: يا ربيعة سل، نفسك في إيه؟ قال: أريدك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. الله أكبر، 14 سنة، ما هذه الهمم؟ هذه همم عجيبة جدا، إزاي أكون رفيقك في الجنة وأنا 14 سنة، 14 عاما يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أنت لسه صغير، عايز بيزنس وعايز زوجة وعايز بيت وعايز كده يعني. وذلك للقريب، قال له هو ذاك، ده حاجة عالية قوي، ده عايزة همة كبيرة جدا، وعايزة مساعدة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز أدخل الجنة عادي، ده أنا عايز أكون معاك، عايز أكون معاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كده، يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. حتى الدعاء فيه همة، ما تقولوش يا رب دخلني على باب الجنة، أو خليني آخر أدنى واحد منزل في الجنة، مين قال كده؟ قال: اسألوه الفردوس الأعلى، لأن سقفها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة، وهي أعلى الجنة ووسط الجنة، وسط الجنة. اسألوا ربنا الفردوس حتى في الدعاء. قال: أو غير ذاك؟ ذلك. قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، حافظ على صلاتك، حافظ على صلاتك في وقتها، أديها زي ما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، اخلص فيها اقترب من الله سبحانه وتعالى، والله يولد هذه الهمة، يجعل قلبك كده يقول لك قلب واكله. الناس قلبهم بيأكلهم على عمل الدنيا،
خلي القلب يعني كده يتحرك من اجل عمل الاخره حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. وهذه من الامور اللي بتعيد للمسلمين مكانتهم، بتعيد للمسلمين مكانتهم، مش بيظل المسلمين متاخرين في اخر الامم. لا، بيكون لهم همتهم التي تؤهلهم ان يكونوا ساده وقاده، كما قال ربنا عنا في القران الكريم: ربنا اجعلنا واياكم منهم والمسلمين اجمعين. ويعيد الهمه والمجد، يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس. كنتم خيرا افضل امه اخرجت للناس بشروطها طبعا: تامرون بالمعروف. واللي بيامر بالمعروف ونهى عن المنكر مش واحد عايش في حاله، مش واحد بيقول انا مالي، ده واحد بيشارك الناس، بيشارك الناس. رأى حسن حسنه، ومدحه، رأى شرا اوقفه وذمه. ومن قبل ذلك بيعمل الاشياء دي من عقيده ثابته: وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيذنا واياكم من العجز والكسل، ونسأله سبحانه وتعالى النشاط لما يحبه ويرضاه. اللهم امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا